أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أهالي مجدل شمس يطردون سموتريتش وزملائه من البلدة وتصاعد درجات الأهبة في لبنان. تل أبيب ترفض نفي المقاومة لما حصل في المجدل وتصر على الاتهامات الواهية وعلى توجيه ضربة قيل إنها مؤكدة، فيما واشنطن تتحرك لحصر الرد المزعوم. نتنياهو يتوعد بتدفيع حزب الله الثمن ويحاول استباق احتمال تبلور صفقة غزة بهدف تغيير قواعد لعبته ضد لبنان. بري لبلاس خارت ملتزمون 1701 وقواعد الاشتباك، وما نفي المقاومة لما حصل في مجدل شمس في الجولان السوري المحتل إلا تأكيد قاطع لهذا الالتزام وعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عما جرى، منبها إلى كارثة محتملة وما قد يشعل المنطقة. بيان مشترك لليونيفيل وبلاس خارت يحض الأفرقاء على أقصى ضبط النفس ووضع حد للتبادل الكثيف لإطلاق النار. الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاطي تصدر بيان إدانة لكل أعمال العنف والاعتداءات على جميع المدنيين، وتدعو هي وميقاطي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات. أوساط معنية نقلت كلاما إيرانيا: أي تدخل أو عدوان إسرائيلي ضد لبنان سوف يواجه برد حاسم وموحد من كل محور المقاومة. أشياء قبلان: ما حصل في مجدل شمس حياكة الجزار الإسرائيلي. لقاء روما: تداول بتعديلات يصر عليها الإسرائيلي لإطاحة الصفقة. إذن العدو الإسرائيلي يصر على اتهام حزب الله بضرب مجدل شمس ويرفض نفي المقاومة لما حصل، تأكيد لبناني للرد العنيف على أي عدوان إسرائيلي، خصوصا بعد تسريب أمريكي أن هناك ضربة إسرائيلية مؤكدة وأن واشنطن تعمل كي تكون محدودة. بيان حربي إسرائيلي عدواني على لسان أفيخاي أدروعي: نفذنا غارات جوية على حزب الله في لبنان خلال الليل الماضي بعد مقتل 12 شخصا بينهم أطفال في هجوم صاروخي زعم أدروعي أن الحزب شنه على ملعب لكرة القدم. وفي البيان الإسرائيلي الذي نقلته وكالة رويترز أن غارات الطيران استهدفت مواقع ومراكز لحزب الله في الجنوب والبقاع، ضمنها مخازن أسلحة في مناطق الشبريحة وبرج الشمالي وكفركلة ورب 30 والخيام وطير حرفة والبقاع اللبناني. أوساط في واشنطن قالت إن ثمة ضربة إسرائيلية باتت مؤكدة ونحن نعمل كي تكون محدودة على ذمة تلك الأوساط. وكان صاروخ قد سقط أمس السبت على ملعب لكرة القدم في قرية مجدل الشمس في هضبة الجولان المحتل، ما أسفر عن مقتل 12 شخصا، واتهمت تل أبيب حزب الله بتنفيذ الهجوم في حين أن الحزب نفى قطعا مسؤوليته عما حصل. وفي إطار الإصرار الإسرائيلي على الاتهامات الواهية، هول بنيامين نتنياهو بأن حزب الله سيدفع ثمنا غاليا مقابل الهجوم الصاروخي. موقع إكسيوس نقل عن وزير خارجيته إسرائيل كاتس أن إسرائيل تقترب من الدخول في حرب شاملة مع حزب الله ولبنان بعد الذي حصل في مجدل شمس، مكررا اتهام الحزب بإطلاق الصاروخ زاعما أنه تجاوز كل الخطوط الحمر. المقاومة نفت نفيا قاطعا أي مسؤولية عما حصل في البلدة ذات الغالبية الدرزية في الجولان السوري المحتل. أوساط مراقبة طرحت سؤالا عن طبيعة ترجمة العدو لتهديداته بعد إشاعة أنباء في الكيان عن قرب استهدافات عنيفة جدا داخل لبنان ضد المقاومة أو ضد المقاومة ولبنان. معلومات أفادت أن المبعوث الأمريكي أيموس أوكستين شرع باتصالات مع مسؤولين لبنانيين وإسرائيليين لضبط التوتر الحالي وحصر الأمر في إطار رد إسرائيلي محتمل ضد حزب الله وإعادة الأمور إلى ضوابطها. لكن الرد اللبناني ورد على الشكل الآتي: أي تصعيد كبير في الاستهداف الإسرائيلي بعنوان أو ذريعة الرد على حادث الجولان سيقابله رد كبير من الحزب، وهذا ما تبلغته قيادة اليونيفيل أيضا. في الغضون بنيامين نتنياهو يرأس اجتماعا لمجلسه الحربي ويحاول أن يستغل ما حصل لفرض شروط وقف النار في جنوب لبنان، ويقابل ذلك ما ورد من كلام إيراني من أجل الحد من التهديدات الإسرائيلية ضمنه للسفير مشتبه أماني وسواه، وهو الآتي: أي تدخل أو عدوان إسرائيلي ضد لبنان سوف يواجه برد حاسم موحد من كل محور المقاومة بحسب الأوساط. وفور حصول هذه التطورات الميدانية والمواقف الإسرائيلية التحريضية مساء السبت، صدر بيان عن الحكومة اللبنانية وبيان عن الرئيس بري، وسجل تحرك لبلاس خارت واليونيفيل.
بعد ساعات قليلة من الذي حصل في مجدل شمس ونفي المقاومة نفيا قاطعا لأي مسؤولية لها عن الحادث، صدر عن الحكومة اللبنانية بيان أعلنت فيه إدانتها لكل أعمال العنف والاعتداءات ضد جميع المدنيين، ودعت إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية على كل الجبهات. وشدد البيان على أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويتعارض مع مبادئ الإنسان. رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهته تابع تطورات الأوضاع الميدانية في الجنوب، وفي هذا السياق تلقى الرئيس بري مساء السبت اتصالا من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هانس بيلاسخارت، أكد خلاله رئيس المجلس أن لبنان الذي تتعرض قراه الجنوبية لا سيما الحدودية منها منذ ما يزيد عن 9 أشهر لعدوان إسرائيلي مستمر لم توفر فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية بأسلحتها المحرمة دوليا كالفوسفور الأبيض، المدنيين والمساحات الزراعية والطواقم الإسعافية والإعلاميين. وعلى رغم هذه الانتهاكات الإسرائيلية الفاضحة والصريحة لمندرجات القرار 1701 إلا أن لبنان ومقاومته ملتزمون بهذا القرار وبقواعد الاشتباك بعدم استهداف المدنيين، وما نفي المقاومة لما حصل في بلدة مجد الشمس في الجولان السوري المحتل إلا تأكيد قاطع لهذا الالتزام ولعدم مسؤوليتها ومسؤولية لبنان عما حصل. وصباح اليوم صدر بيان مشترك للمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، فيه نستنكر مقتل المدنيين من أطفال صغار ومراهقين في مجد الشمس، يجب حماية المدنيين في كل الأوقات، نحض الأفرقاء على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووضع حد للتبادل الكثيف والمستمر لإطلاق النار الذي قد يشعل صراعا أوسع نطاقا من شأنه أن يغرق المنطقة بأكملها في كارثة لا يمكن تصورها. وتجري اليونيفيل ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان اتصالات مع كل من لبنان وإسرائيل. مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل رأى وجوب إجراء تحقيق دولي في حادث مجد الشمس وحض جميع الجهات على ضبط النفس. وهذا المساء موقف لبنان كرره الرئيس ميقاطي مساء اليوم، فيما الوزير عبدالله أبو حبيب يشدد على أن إسرائيل هي المسؤولة ويدعو إلى تحقيق دولي. رئيس الحكومة نجيب ميقاطي أجرى سلسلة اتصالات دبلوماسية وسياسية في إطار متابعة الأوضاع الطارئة المستجدة والتهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد لبنان، وشدد خلال الاتصالات على أن الحل يبقى في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار والتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 للتخلص من دورة العنف التي لا جدوى منها وعدم الانجرار إلى التصعيد الذي يزيد الأوضاع تعقيدا ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. وأكد ميقاطي على موقف الحكومة بالأمس بإدانة كل أشكال العنف ضد المدنيين، وأن وقفاً مستداماً لإطلاق النار على كل الجبهات هو الحل الوحيد الممكن لمنع حصول مزيد من الخسائر البشرية ولتجنب مزيد من تفاقم الأوضاع ميدانياً. ولفت إلى أن الموقف اللبناني يلقى تفهماً لدى جميع أصدقاء لبنان، وأن الاتصالات مستمرة في أكثر من اتجاه دولي وأوروبي وعربي لحماية لبنان ودرء الأخطار عنه. وقد اطلع الرئيس ميقاطي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب على حصيلة الاتصالات القائمة في هذا السياق أيضا، كما أجرى سلسلة اتصالات مع الوزراء المعنيين في إطار المتابعة الدورية لشؤون وزاراتهم. وزارة الخارجية الفرنسية نددت بالهجوم الصاروخي على قرية مجد الشمس الدرزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ودعت جميع الأفرقاء إلى ضبط النفس. وذكرت في بيانها: تندد فرنسا بأشد العبارات الممكنة بالهجوم الذي ضرب مجتمع الدروز في مجد الشمس، وتطالب فرنسا بفعل كل ما يمكن لتجنب تصعيد عسكري جديد، وسنستمر بالعمل مع الأفرقاء المعنيين على هذا الأمر. ولفتت إلى أنها تواصل نصح رعاياها بعدم الذهاب إلى لبنان أو إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية. الرئيس وليد جنبلاط الذي وصف الادعاء الإسرائيلي بأن حزب الله أطلق الصاروخ على مجد الشمس كاذب،
تلقى اتصالا هاتفيا من الموفد الامريكي الى منطقه الشرق الاوسط اموس اوكستين، الذي اعرب عن قلقه حيال تطورات الوضع على جبهه جنوب لبنان في ضوء حادث مجدل شمس. وقد جدد وليد جنبلاط التشديد على وجوب الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على فلسطين ولبنان، مؤكدا تضامنه في مواجهه هذا العدوان مع جميع اللبنانيين، مشيرا الى ان لا فرق بين الشهداء في جنوب لبنان والجولان وفلسطين الذين يسقطون جراء هذا العدوان، لافتا إلى أنه مستمر في موازاة ذلك بالجهود لمحاولة عدم اتساع الحرب ضمن ما هو متاح. وكان جنبلاط في ضوء بيان حزب الله الذي نفى علاقة المقاومة الإسلامية بما حصل في مجدل شمس، قد شدد جنبلاط على التحذير والتنبيه مما يعمل عليه العدو الإسرائيلي منذ زمن بعيد لإشعال الفتن وتفتيت المنطقة واستهداف مكوناتها. لقد أسقطنا هذا المشروع في السابق وإذ يطل برأسه من جديد، فنحن له بالمرصاد إلى جانب المقاومة وجميع المقاومين الذين يواجهون الإجرام والاحتلال الإسرائيلي. أعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في حديث تلفزيوني أن تأخير الرحلات التي تصل في الصباح الباكر إلى مطار بيروت لغاية الغد سببه أننا لا نفضل وجود عدد كبير من الطائرات في مطار بيروت بالوقت نفسه، مؤكدا أن لا معلومات تفيد بضربة تستهدف مطار رفيق الحريري الدولي ولا خوف من ذلك. سوريا حملت إسرائيل مجزرة أهالي مجدل شمس. أهالي المجدل طردوا الوزراء الإسرائيليين من البلدة إبان تشييع ضحايا القصف الصاروخي. شيع جمهور غفير من الجولان العربي السوري المحتل والمجتمع العربي في أراضي 48 صباح اليوم الأحد ضحايا سقوط القذيفة الصاروخية في قرية مجدل شمس وسط أجواء حزينة وغاضبة. ولقد طرد عدد من أهالي مجدل شمس وزراء في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيسة من البلدة كانوا قد حضروا. بين المطرودين نير بركات وعديد سليمان ويؤاف كيش، كما هاجم عدد من أهالي مجدل شمس وزير المالية الإسرائيلية المتطرف يتسائيل سموتريتش وصرخوا بوجهه ارحل من هنا يا مجرم لا نريدك في الجولان. ودعا الأهالي الوزراء الإسرائيليين إلى عدم استغلال الكارثة التي حصلت في مجدل شمس لأهداف سياسية وأجندة إسرائيلية، وسألوا سلطات الاحتلال أين كانت منذ 9 أشهر ولماذا تركت أهالي البلدة في المهب. القيادة الدرزية في الجولان المحتل والعائلات الثكلى طالبت وزراء الحكومة الإسرائيلية بعدم الحضور للعزاء في بيت الشعب في مجدل شمس حيث عم الغضب. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أجرى اتصالا اليوم بكل من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى والزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي الأمير طلال أرسلان، مقدرا ومحييا مواقفهم الشجاعة والوطنية حيال مجزرة مجدل شمس. وأضاف إن هذه المواقف تعبر عن وعي وفهم عميقين لما يحيكه العدو الإسرائيلي من مؤامرات لإشعال الفتنة وخلق الذرائع لتوسيع عدوانه على لبنان. إن موقف المقاومة كان واضحا وشجاعا في هذا المجال، وأنه لا يمكن لهذه المقاومة أن تستهدف قرى عربية ومواطنين عربا ما زالوا يتمسكون بهويتهم العربية السورية. المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان توجه برسالة إلى الموحدين دروز في لبنان وسوريا وفلسطين: الدم واحد والنفس واحدة والحرب واحدة والعدو واحد والعزاء واحد، وما جرى في مجدل شمس لا يمت للمقاومة بصلة، وهذا أمر محسوم، وتاريخ سلطان باشا الأطرش شريك بكل جبهات المقاومة. إن المسرحية الإسرائيلية في مجدل شمس حياكة قاتل يمسح دم إجرامه بدموع عينيه وجزار غزة وعدو الرب والإنسانية. وتوجه قبلان إلى تل أبيب بالقول: الحرب بالحرب والدمار بالدمار، وصليات الصواريخ الثقيلة الكفيلة بإغراق تل أبيب ومدن إسرائيل بالدمار رهن الإشارة، وأي كسر لقواعد القتال ستقابل بكسر أثقل منه. إن أي مجازفة حمقاء ستقابل برد مزلزل لإسرائيل وبإغلاق البحر المتوسط. في ميدان الجبهة اللبنانية الحربية استهدافات منذ الفجر والمقاومة ترد. مسيرة عدوانية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم منزلا في منطقة الجعيلي بين بلدتي طرية وشمسطار غرب بعلبك بصاروخين ما أدى إلى تدمير منزل.
طيران العدوان استهدف ليلا مناطق الشبريحة، برج الشمالي، كفركلا، رب 30، الخيام، طير حرفة، والبقاع اللبناني. وبعد ظهر اليوم غار على منزل في شحين وإصابات وقصف مدفعي لأطراف ميس الجبل. وردا على الاعتداءات استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تموضعات لقوات العدو الإسرائيلي في المنارة ثم في مستعمرة شتولة ومحيطها بالأسلحة المناسبة وأصابوها بشكل دقيق. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤولين عرب وأوروبيين أن مسؤولين أمريكيين تبادلوا رسائل مع إيران لتهدئة التوتر في المنطقة، وهم وجدوا أن الأفرقاء غير مهتمين بتوسيع الصراع لكن احتمالات حصول خطأ مرتفعة. وأوضحوا أيضا أن مسؤولين أمريكيين تواصلوا مع نظرائهم في إسرائيل ولبنان لتهدئة التوتر. وإلى فلسطين المحتلة، ثلاث مجازر في غزة في الساعات 24 الأخيرة، والاحتلال يستمر باستهداف تجمعات النازحين. ومع الضبابية التي تظلل مستقبل المنطقة وسط ارتفاع هائل في منسوب التشاؤم من احتمالات الانزلاق العسكري لما لا تحمد عقباه قطاع غزة على معاناته، ففي اليوم 296 من العدوان الإسرائيلي أفادت وزارة الصحة في القطاع عن ارتكاب الاحتلال ثلاث مجازر، وصل منها إلى المستشفيات 66 شهيداً وأكثر من 240 مصاباً في الساعات 24 الماضية، جلهم من الأطفال. واحدة من هذه المجازر استهدفت منزلا في خان يونس حيث استشهد 10 أشخاص، الثانية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح وأسفرت لوحدها عن استشهاد أكثر من 31 شخصا وإصابة العشرات. أنت بتوجهنا لمكان آمن اضربنا فيه. إشارة إلى أن العملية الإسرائيلية الجديدة أسفرت عن تهجير ما لا يقل عن 180 ألف فلسطيني من سكان الأحياء الشرقية خلال 4 أيام وفق الأمم المتحدة، وتمهيدا لحملة تهجير إضافية طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس من سكان الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس إخلاءها كي ينفذ ما سماها عملية قوية بالمنطقة. في أي حال، الفصائل الفلسطينية تستمر بالمقاومة، وقد ردت على الفظائع الإسرائيلية، واعترفت القناة 12 الإسرائيلية بحصول حدث أمني صعب اليوم الأحد في خان يونس كاشفة عن اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، حيث أفيد عن هبوط مروحية إسرائيلية في بلدة بني سهيلة شرق خان يونس بجنوب قطاع غزة وسط قصف مدفعي، وأنه تم إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا في المعارك الدائرة في المنطقة. من رحاب بلدة رحب العكارية شمال لبنان ومن جامعة البلمان شلال من الندى والجمال تربعت معه ندى كوسة على عرش التوهج اللبناني متوجة ملكة للجمال 2024 في احتفال ضخم ليلة أمس، وقد حلت كل من سارة لينا أبو جودي وصيفة أولى وجايال باليان وصيفة ثانية وميليسا قزح وصيفة ثالثة وسيبال بوشعية وصيفة رابعة. اتصل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس برئيس اللجنة الأولمبية بيير جالخ الموجود في باريس وهنأه على فوز اللبناني بنجامان حسن على الأمريكي كريستوفر أوبانكس في الدور الأول من مسابقة فرد الرجال لرياضة التنس. وطلب كلاس من جالخ نقل تهانيه وتهاني اللبنانيين إلى بنجامان حسن وتمنياته له بمواصلة المسيرة حتى النهاية وإحراز ميدالية طال انتظارها في لبنان. وضمن الحيوية اللبنانية الثقافية السياحية مهرجانات بيت الدين مع الزميلة نوال الأشقر. غابت أمسية مهرجانات بيت الدين الدولية لهذا العام، فافتقدت السياحة إحدى مناراتها، وكما كان الحضور المتواصل منذ العام 1984 رسالة ثلاثية الأبعاد في الأمل والحياة والثقافة، كذلك في الغياب رسالة تضامن. هكذا أرادتها رئيسة مهرجانات بيت الدين السيدة نورة جنبلاط معلنة عن افتتاح معارض فنية تجسد مشهدية لبنان بطبيعته الخلابة. وفي بيت الدين لوحات تعرض للمرة الأولى للفنان الراحل عبد الحميد بعلبكي ومن خلالها تحية إلى الجنوب. سئلت كثيرا منذ اتخذنا قرار تعليق مهرجانات بيت الدين لهذا العام، لماذا فقط أنتم تعلقون أنشطتكم بينما تعش البلاد بالحفلات والمهرجانات الأخرى؟ جوابي
نحن طبعا نحترم خيارات المهرجانات الأخرى وقراراتها، لكننا في مهرجانات بيت الدين أردنا أن نسجل موقفا تضامنيا إنسانيا مع أهلنا الجنوب بجنوب لبنان وفي غزة وفلسطين. لتذكير مهرجانات بيت الدين كانت قبل كل شيء رسالة أمل منذ انطلاقتها سنة 1984 في حقبة الحرب الأهلية السوداء، وسوف تبقى هذه المهرجانات ملتزمة برسالة الانفتاح والتنوع، الثقافة والفن الهادف. Landscapes of Belongings، مناظر الانتباه بإشراف وتنسيق صالح بركات، يأخذنا هذا المعرض في رحلة تعرفنا على الطبيعة اللبنانية عبر أجيال ومسارات الفن التشكيلي، وتحية خاصة للجنوب اللبناني للفنان الراحل عبد الحميد البكي. مجموعة لوحاته تعرض للمرة الأولى، معرض لهب ومعرض أورو تيران للملحن والفنان زاد ملتقى. يقول زاد: هما الحريق والصلاة من أجل الأرض، وهو صدى لهذه المحنة القاسية التي تمر بها هذه الأرض المقدسة التي نحتت فيها بلادنا. المعرض بالتنسيق مع كاليري تنبيت. قصر بيت الدين بساحاته وحجارته وأروقته ومتاحفه الشاهدة على حقبات من تاريخ جبل لبنان أضيء ليطفي على سحره رونقا فريدا، والمعارض تستمر حتى 20 أيلول المقبل. فاصل فنواصل. محملاً السياسيين مسؤولية أي خراب للبنان ومؤسساته، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد 11 من زمن العنصرة دعاهم جميعاً إلى الإصغاء للضمير والعودة عن الخطأ وإلى انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. كم نتمنى لو أن السياسيين وأصحاب النفوذ المعرقلين انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنة وثمانية أشهر، كم نتمنى لو عادوا إلى أعماق نفوسهم وأصغوا إلى صوت ضميرهم، صوت الله في أعماقهم، لأدركوا خطأهم الجسيم وتابوا عنه واتخذوا قرارا تاريخيا حرا ولأنقذوا أنفسهم والبلاد. إن مجتمعنا اللبناني بات يعيش في هيكلية خطيئة، لأن كل واحد يخطأ ولا يتوب عن خطيئته، ما جعل الخطيئة غير موجودة أو خطيئة اجتماعية لا أحد مسؤول عنها. إننا ندعوهم السياسيين واحدا واحدا إلى تحمل مسؤولية خراب البلاد بمؤسساته الدستورية وبالميثاق وبحالة الاقتصاد المنهار وبازدياد الفقر وهجرة خيرة شبابنا. إننا ندعوهم إلى اتخاذ قرار شجاع مثل زكا، مدركين خطأهم الكبير بحق الشعب اللبناني الذي ائتمنهم على السلطة لتأمين الخير العام. من دواعي الاشمئزاز والغضب تلك المشهدية الحقيرة واللا أخلاقية المعادية للسيد المسيح وللمسيحية التي ظهرت في افتتاحية الألعاب الأولمبية في باريس أول من أمس. فيا للانحطاط الأخلاقي الذي بلغ ذروته
وهو دليل إفلاس من جهة وعلامة حقد على المسيح والمسيحية ومقدساتها، فإننا نشجب هذا العمل المنافي لقدسية الحرية وللقيم الروحية والإنسانية والأخلاقية، وندعو أبناءنا المؤمنين لصلاة التكفير عن هذه الإهانة لسر القربان ولقلبي يسوع ومريم. ولقد أسفنا للغاية لقرار نقل مؤسسة اليونسكو كمكتب إقليمي للبلدان العربية من بيروت إلى عمان. هذا المكتب الإقليمي موجود في بيروت منذ سنة 1961. لفت متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي خلال ترأسه قداس الأحد في كاتدرائية مار جورجيوس في بيروت إلى كم يلزمنا من أبرار يقفون في وجه الظلم والتسلط واستباحة البلد ودستوره، وفي وجه تفتيت الدولة وتفريغ مؤسساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية وقريبا غيرها، عوض العمل على انتشالها من تحت ركام الفساد والغبن. أسبوع يفصلنا عن ذكرى فاجعات، بس كل بيت بيروتي، وما زلنا ننتظر كشف الحقيقة وإحقاق العدالة. على ذلك يثبت بعض الشيء القلوب الدامية ويريح النفوس المعذبة. كم يلزمنا أبرار، كم يلزمنا بر، كم يلزمنا قديسون يقفون في وجه الظلم والتصل واستباحة البلد ودستوره، وفي وجه تفتيت الدولة وتفريغ مؤسساتها وفي طليعتها رئاسة الجمهورية وقريبا غير عوض العمل على انتشالها من تحت ركام الفساد والظلم. البر فعل إلهي غائب عن ضمائر مسؤولي هذا البلد، عساهم يجدون الطريق نحوه حتى ينهض الكل ويعود البلد ملاذا آمنا لأبنائه. جعجع يصف محور الممانعة والتيار الوطني الحر بسرطان يضرب لبنان ويقوض أي رجاء بالخير. محور الممانعة والتيار الوطني الحر سرطان يضرب البلاد، الكلام لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي شدد على أن وجودهما يعوق أي أمل في تحقيق الخير للبنان، وأضاف: جهودنا كلها تنصب اليوم على محاولة كف شرهما عن الدولة لتحقيق وجود دولة فعلية في لبنان. وفق قوله، كلام جعجع ورد خلال العشاء السنوي لمنسقية المتن الشمالي في حزب القوات اللبنانية في المقر العام للحزب في معرب بعدوان، حيث تكون الحرية يكون المتنيون. وإذ أكد أن الوجود السوري برمته في لبنان غير شرعي على الإطلاق، أشار جعجع إلى أن التيار الوطني الحر كان الأكثر تكلما على هذا الملف، إلا أنه لم يفعل شيئا لحل الأزمة، مجددا اتهامه الفريق الآخر بتعطيل الانتخابات الرئاسية بحجة وجوب الحوار قبل إجرائها، مشيرا إلى أن هذا الفريق الآخر تحول فجأة إلى جماعة مهووسة بالحوار. بالموضوع الرئاسي أكيد معطلين الرئاسي هنا. شو أخذوا حجة يقدروا يعطلوها؟ إنه ما بيعملوا انتخابات رئاسية إلا بدهم حوار، لازم يصير حوار، صاروا جماعة حوار. شو بدي أقول لكم؟ يعني بيناموا بيقوموا على الحوار، مغرومين بالحوار صاروا، ما بقى فينا نردن على الحوار. طيب، امبارح من 5 أيام 10 نواب من المجلس النيابي وقعوا على عريضة بتطالب رئيس المجلس اوكي بعقد جلسه للمجلس النيابي لشو؟ لمناقشه الحكومه بوضع جنوب
يلي هو أخطر شيء عم نعيشه بالوقت الحاضر. في شيء أبسط من هيك؟ كل الدلائل بتشير إنه ما راح يعود هالجلسة. بخيي أي حوار أنت عم تحكي لي فيه؟ إذا عم نحكي على وضعية بهالخطورة ما عم تقبل تعمل جلسة وجلسة شرعية وبالمجلس النيابي تنواب يناقش الحكومة بموضوع بهالخطورة، شو عم تحكيني أنت؟ يعني أنت تشوف كذب ونفاق الفريق الآخر. تجدر الإشارة إلى أن العشاء استهل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد حزب القوة ثم كلمة ترحيبية لعرفة الاحتفال، فعرض لتقرير مصور عن إنجازات منسقية المتن الشمالي. أسف عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي من أن هناك انقساما وتخليا أوصل الأمور إلى ما نحن عليه من ضياع وضعف للدولة وفراغ في سدة رئاسة الجمهورية يحطم انتخاب رئيس، ورأى إن دل هذا الأمر على شيء فهو يدل على عدم مبالاة البعض بدماء الشهداء والقيم والأخلاق. أيقونات ملكية بيزنطية فريدة ومميزة في احتفال بزؤم كيل برعاية الوزير مرتضى. كنز الأيقونات الملكية العربية البيزنطية في لبنان الجزء الأول، كتاب خطه المهندس نبيل نجم مسلطا من خلاله الضوء على غنى الفن الكنسي ورموزه وعمقه وجذوره التاريخية وتحديدا الأيقونات المقدسة. الغوص في متن هذا الكتاب أشبه برحلة في بحر تاريخ الأيقونات بعامة والأيقونات الملكية بخاصة، مع تضمنه شرحا لتفاصيل ومعاني الصور في سبيل تسهيل اكتشاف غنى هذا الإرث المحفوظ بوفرة في دير سيدة البشارة في زؤم كايل للراهبات البسلية الشويريات، الأمر الذي تمت الإضاءة عليه بتمعن في كتاب نبيل نجم. وكان قد تم توقيع الكتاب في احتفال أقيم يوم الخميس برعاية وزير الثقافة محمد وسام المرتضى، وقد ظفر الحاضرون بالسبيل للتأمل بالأيقونات الموضوعة في المشغل في الدير. الكلمات في الاحتفال أجمعت على أهمية الأيقونات وأهمية هالة التأمل وعمق الصلاة أمام ومع الأيقونات التي يجب أن تملأ الأديار اللبنانية، والإشارة إلى أهمية الأيقونات في هذا الكتاب لكونها تنتمي جميعها إلى مكان واحد وهو دير سيدة البشارة في زؤم كايل للراهبات البسليات الشويريات. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية من أنه في حال نشرها صواريخ طويلة المدى في ألمانيا بدءا من 2026 فإن روسيا ستضع صواريخ مماثلة في مواقع يسهل منها قصف الغرب. أعلن المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم تنصيب الإصلاح مسعود بيزيشكيان رئيسا تاسعا للجمهورية الإسلامية في إيران. الرئيس الإصلاحي الإيراني أكد في كلمة خلال مراسم تنصيبه رئيسا أنه اليوم مسؤول أمام كل الشعب الإيراني عن تنفيذ قوانين البلاد، وأضاف نريد لإيران أن تتمتع بالعدالة الاجتماعية وأن تمنح الحريات للمواطنين كافة وأن تكون مقتدرة وتملك القدرات الردعية والدفاعية. وقد أقيمت مراسم المصادقة على تولي بيزيشكيان الرئاسة في حسينية الإمام الخميني في طهران على أن يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى يوم الثلاثاء. في كاليفورنيا افتعال حريق يلتهم آلاف الهكتارات من الغابات. حرائق هائلة ما زالت مستعرة وتتمدد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتصبح بالتالي الأكبر هذا العام بالتهامها حتى اللحظة أكثر من 140 ألف هكتار شمال الولاية، حيث تم إجلاء أكثر من 4000 شخص. حاكم ولاية كاليفورنيا جيفن نيوزوم أعلن في وقت سابق حالة الطوارئ في مقاطعتين شمال الولاية، مشيرا إلى أنه تم توقيف رجل يبلغ 42 عاما اشتبه بأنه أشعل الحريق بعدما شوهد رجل مجهول يدفع سيارة تشتعل فيها النيران إلى موقع قريب من المكان الذي اندلع فيه الحريق، وذلك وفق بيان للمدعي العام ميك رامزي. ونشرت فرق الإطفاء أكثر من 1150 عنصرا لمكافحة الحريق الذي لم تتم سيطرة عليه إلا بنسبة 3% وفق إدارة الغابات والحماية من الحرائق في الولاية. وأصدرت الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرا من تفاقم خطر الحرائق بسبب الأحوال المناخية، خصوصا مع هبوب الرياح وانخفاض الرطوبة. مشاهدينا الكرام، في الختام ملك وأنا نشكركم ودمتم بخير.